وفيها الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من بغداد. حلف الناتو يؤكد أن تعليق عمليات التحالف مؤقتة، والمجر تعلن عدم سحب قوتها. طهران تشيع قاسم سليماني. ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، ومحادثات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. وفي موضوعنا المغاربي، قوات الوفاق تنفي سيطرة قوة حفتر على سرت، فايز السراج في الجزائر، وغسان سليمي يقول إن دولة مساندة لقوات حفتر هي من قامت بقتل طلاب الكلية العسكرية في طرابلس. وفي فقرة العالم الجديد، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي فيليب زيادة يعتذر عن ترشيحه المحتمل لوزارة الطاقة بعد تسريب صور حميمية له أثارت حفيظة الرأي العام. أهلا بكم. بعد يوم واحد من تصويت البرلمان العراقي على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، أعلن الجيش الأمريكي أنه أبلغ بغداد اتخاذه إجراءات للخروج من البلاد. القرار يأتي بعدما أبلغ رئيس حكومة تصريف العمال عادل عبد المهدي السفير الأمريكي ماثيو تولر رسميا أن بغداد ترغب في إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد. البرلمان العراقي يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تخويلا لإخراج قوات التحالف الدولي التي تضم 72 دولة وثلاث منظمات أممية بقيادة الولايات المتحدة من العراق. أريد من قبل المكون السياسي الشيعي إعادة هيبة السلطة التنفيذية لتمارس ورقة الضغط باتجاه الجانب الأمريكي على المستوى البعيد. وبهذا يحق لعبد المهدي تقديم طلب رسمي للسفير الأمريكي في بغداد بشأن إنهاء الوجود العسكري لقوات بلاده على الأراضي العراقية من 10 قواعد تتوزع وسط وغربي البلاد وشمالها، لكن تنفيذ هذا الانسحاب يكون بعد عام كامل وفقا للاتفاق بين الطرفين. يعني العراق دائما ما كان يتحدث عن هل إن مستوى العلاقة اليوم بين بغداد وواشنطن هي تدور في 3 مستويات، صديق وشريك وحليف. العراق لحد الآن لم يحسم هذه العلاقة، وهذا ما كان دائما يتردد عبر كثير من التصاريح أو التصريحات لقيادات عسكرية وأمنية وسياسية أمريكية تجاه العراق. الانسحاب الأمريكي الذي طالبت به الحكومة ووافق عليه البرلمان لا يعني المساس باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت مع الولايات المتحدة عام 2009 وجعلت من العراق حليفا وثيقا للولايات المتحدة. يبدو أن المجازفة بإخراج القوات الأمريكية وحلفائها من العراق وسط تحديات وتهديدات ومخاطر أمنية متواصلة هو الخيار الذي ستذهب إليه الحكومة العراقية، وقد وجدت نفسها بعد مقتل سليماني في موقف لا تحسد عليه بين حليفين عدوين، إيران والولايات المتحدة. طارق ماهر، العربي، بغداد. وينضم إلينا من واشنطن سيغورد نيو باور الباحث في شؤون الشرق الأوسط. سيد نيو باور، في الصباح يتحدث ترامب عن انعدام أي احتمال لخروج القوات الأمريكية من بغداد، وفي المساء يخطر الجيش الأمريكي بغداد بأنه بدأ أو يخبرها بإجراءات الخروج. هل هو تخبط؟ هل هو استراتيجية مدروسة؟ هل هو محاولة لاحتواء رد الفعل الإيراني؟ ما الذي يجري في واشنطن؟ إنه وضع معقد، من الصعب التحديد ما الذي يحدث لأن هذه البيانات متضاربة تماما، لكن إذا ما جربنا أن ننظر أو ندرس ما حصل فيما قاله الرئيس ترامب وما فعله حين أعلن انسحابهم من سوريا منذ سنة مضت، في تلك اللحظة عندما أعلن الرئيس رغبته بالانسحاب من سوريا لاحظنا ردة فعل
هائلة من قبل المؤسسة السياسية هنا في الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين أو من الجمهوريين الذين يتحكمون بمجلس الشيوخ ومن حلفاء أمريكا أيضا. ونحن نعلم في الوقت نفسه بأن ترامب حاول عدة مرات سحب القوات من سوريا، إلا أنه تعرض لردود فعل مستنكرة، ويبدو أن هذا نموذج، ربما يكون هو النموذج الذي يمكن فهمه في تعاطي ترامب مع الموقف الحالي في العراق ومع قراراته. فإذا ما كان بصدد انسحابه من العراق، ربما نتوقع سيناريو مشابه في الولايات المتحدة لما جرى عقب الخطوة التي أفصح عنها ترامب في رغبته بالانسحاب من سوريا. هذه التطورات كما نعلم تأتي عقب إقدام الولايات المتحدة على قتل الجنرال سليماني، والتي يبدو أنها دعني أسألك في هذا السياق أيضا، يعني ترامب أيضا هدد بفرض عقوبات. اليوم يبدو أن هنالك مسار أقرب للمواجهة مع بغداد، انسحاب القوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. وهل من المتوقع بالتالي أن يفرض على بغداد يعني عقوبات مالية واقتصادية كما لوح بها ترامب في طبعا تغريدة سابقة، وهو يعني المكان الأفضل لمعرفة ما الذي يدور في رأس ترامب؟ إذا انسحب من العراق لن نتوقع أن يفرض عقوبات، ما لم ذلك بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة. لكن إذا كان العراقيون هم من يطرد الأمريكيين، فربما سنرى عقوبات، لأننا كما نعلم الرئيس ترامب شخص يصعب التكهن بمواقفه وسياساته، وهذا جزء من أسلوب إدارته وحكمه في السنوات الثلاث الأخيرة. نحن لا نعلم على وجه التحديد وبدرجة من الدقة كيف يخطط هذا الرئيس سياساته وما هي خطوته اللاحقة، لكن كما نعلم الكثير سيعتمد على ردة فعل الإيرانيين إزاء التصرف إذا السلوك الأمريكي. سمعنا خطاب متشنج وحاد من قبل الإيرانيين سواء فيما يتعلق بالعراق أو بشأن القوات الأمريكية، ويبدو أن الإيرانيين يرغبون بإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. لكن موقف الرئيس ترامب يقول أننا على الرغم من قتلنا لسليماني، إلا أننا لا نرغب ولا نود الدخول في حرب مفتوحة مع الإيرانيين، لكن سيعتمد الأمر على مدى إدراك جميع الأطراف للخطوط الحمراء، وهي التي ستحدد مسارات العملية المقبلة. بالتالي هل يمكن القول أن العراق تحول اليوم لساحة المواجهة الواقعية والحتمية بين إيران وواشنطن، أم أن إيران قد ترد ربما عن طريق باحاتها الخلفية الأخرى، لديها أذرع وميليشيات وقوى فاعلة في لبنان، في سوريا، في اليمن، وفي مناطق أخرى أيضا حول العالم ولو يعني تقديرات أقل، أم أن الموضوع ما يزال يعني غير واضح لهذه الدرجة؟ أعتقد أن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سيقدم الإيرانيون على استهداف القوات الأمريكية. أنا أستبعد هذا الخيار. لقد شاهدنا هجمات سابقة في العام الماضي على ناقلات نفطية على سبيل المثال، وفي سبتمبر حينما شنوا هجمات على منشآت نفطية سعودية، وأعتقد أن هذا هو دفتر الألاعيب والحيل الإيرانية التي تلجأ إليها طهران، توجيه الضربات في منطقة الخليج. لكن سيعتمد الأمر على استجابة وطريقة رد الرئيس ترامب على أي هجوم إيراني. أعتذر، في حال أقدمت إيران على مهاجمة القوات الأمريكية أو على ضرب قواعد أمريكية في المنطقة، هذا خط أحمر بالنسبة للرئيس ترامب، وحينها سيعمد إلى الرد العسكري. لكن في الوقت الحالي أعتقد أن الإيرانيين يفكرون بالرد بطريقة أو بأخرى. نعم، ابقى معي سيد سيغورد نيو باور. يعني أيضا نذكر بهذا الخبر العاجل الذي
ورد للتو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس عبرت عن خيبة أمل في تصويت البرلمان العراقي الداعي إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية. خاب أملنا من تصويت البارحة، ونعلم أنه لا يمثل الجميع بشكل كامل، حيث لم يكن كثير من السياسيين السنة والأكراد متواجدون. ومع ذلك التصويت كان مخيبا للأمال، لأن لدينا تعاونا وثيقا مع حكومة العراق، ونعتقد أنه مهم للحكومة بما في ذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء أن ينظروا بحذر إلى معنى القرار. وفيما يتعلق بمقتل قاسم سليماني، قالت أورتيغاس إن الربط بين هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة وسليماني هو ضرب من الخيال، وأن القوات العراقية بمساندة قوات التحالف هي التي قامت بهزيمة التنظيم. هزيمة داعش لم يكن لها أي علاقة بقاسم سليماني، بل بالقوات العراقية الأمنية بمساعدة القوات الأمريكية وقوات التحالف. وفكرة أن قاسم سليماني مسؤول أو جزء من هزيمة داعش ما هو إلا خيال. إذن الخبر العاجل الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية الفرنسية منذ دقائق يتحدث أن الجيش الأمريكي أبلغ العراق أن قوات التحالف ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة. رافد جبوري مراسلنا من واشنطن ينضم إلي مباشرة. رافد، إعادة تمركز أم أنها انسحاب أم أنها استجابة لطلب بغداد أم مخالفة لرغبة ترامب؟ ماذا يحدث في واشنطن؟ هذا السؤال الذي نطرحه مرارا وتكرارا، وربما سنطرحه يعني لفترة أطول طالما ترامب في سدة الحكم. نعم، سأحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة، إنها أسئلة كثيرة. يعني هي بحسب الوثيقة المتداولة، وهي رسالة من الجنرال ويليام سيلي قائد القوات الأمريكية في العراق إلى الضابط المكافئ له في العراق نائب قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير يار الله. تقول الرسالة بأنه احتراما لسيادة العراق واحتراما لطلب رئيس الوزراء العراقي وقرار البرلمان العراقي، ستبدأ عملية إعادة يعني تموضع القوات الأمريكية كجزء من عملية الانسحاب. يعني هذا هو واضح في الصيغة، وأنا أقرأ الآن لأن الخبر كما تعلم يعني ورد في الدقائق الأخيرة، وتم تداول هذه الوثيقة من قبل مصادر صحفية. ننتظر أن نتأكد منها 100% عن طريق مثلا تأكيدها من متحدث رسمي أمريكي، لكن الوثيقة المتداولة حتى الآن والتي يستند إليها هذا الخبر هي وثيقة صادرة من قائد القوات الأمريكية في العراق، يخبر نظيره العراقي أو الضابط المكافئ له العراقي بأن قوات التحالف ستتخذ يعني إجراءات الانسحاب. رافد، يعني إعادة الموضوع كجزء فقط أستوضح من منك نقطة في هذا الصدد. يعني رأينا حين الانسحاب، حين قرر ترامب الانسحاب من سوريا، أصوات معارضة من كل حد وصوت صوب في واشنطن. هل تتوقع أو هل يوجد معارضة للانسحاب الأمريكي من العراق مشابه للمعارضة التي حدثت حينما ألقى ترامب بقنبلته المتعلقة بالانسحاب من سوريا آنذاك؟ هناك خلاف في قضية السياق. في قضية سوريا مثلا كان السياق هو الانسحاب وترك يعني الساحة لتنظيم الدولة الإسلامية هناك والتخلي عن الأكراد وما إلى ذلك. الآن في السياق العراقي تأتي القضية بعد مقتل قاسم سليماني، تأتي في إطار التحسب لرد إيراني. قد يكون هذا هو الاعتبار الأساسي لقرار الانسحاب الأمريكي أو إعلان النية بالانسحاب الأمريكي، عدم تعريض القوات الأمريكية لخطر الاستهداف الإيراني. كما نعلم هذه أولوية أساسية لدى ترامب. منذ أن بدأ التصعيد في الأزمة الإيرانية طالبت إدارة ترامب أكثر من مرة وبمختلف الطرق الحكومة العراقية بتأمين الحماية للقوات الأمريكية، وحتى عندما حصل الهجوم على القاعدة العسكرية قرب كركوك وقتل فيها متعاقد أمريكي، وصلنا إلى هذا
هذا المنعطف الخطير في الأزمة ومقتل قاسم سليماني. لذلك القضية في السياق العراقي ربما تأتي في إطار التحسب لرد إيراني، هذا ما يجعلها مختلفة عن السياق السوري. أين هي متشابهة مع السياق السوري؟ تتشابه في قضية قرارات الإدارة الأمريكية المتناقضة التي ربما تختلف، ربما يحصل فيها تغيير، نحتاج وقت ويعني متابعة للتطبيق الفعلي التنفيذ الفعلي لهذه القرارات حتى نصل إلى نتيجة نهائية بالفعل. رافد، نحتاج لبعض الوقت لقراءة هذه التداعيات الكثيرة التي تحدث هذه القرارات المتخبطة إن صح التعبير. رافد جبوري مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. هذا وتتوالى ردود الأفعال الدولية المطالبة بسحب القوات الأجنبية، بعد المطالبة العراقية بسحب القوات الأجنبية من البلاد، حيث أعلنت المجر أنها لن تسحب قواتها من العراق، فيما أخذت واشنطن على موسكو وبكين صمتهما بعد الهجوم قبل أسبوع على السفارة الأمريكية. سيد النائب، بغداد التي لطالما عملت على إيجاد توازن بين حلفائها وجدت نفسها فجأة بين طرفي نقيض، الولايات المتحدة وإيران. تفويض من البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من البلاد. الرد لم يتأخر من الجانب الأمريكي. لن نغادر الأراضي العراقية إلا إذا دفعت بغداد ثمن القاعدة الجوية التي بنيناها في العراق. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددا بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت قواته على المغادرة. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ أعلن تعليق الحلف مهمة التدريب في العراق، لافتا إلى أنه مستعد لاستئنافها عندما يسمح الوضع الميداني بذلك. أثناء اجتماعنا اليوم دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران أن تمتنع عن العنف والاستفزازات. لكن وزارة الدفاع المجرية أعلنت في بيان لها أنها لن تسحب قواتها من العراق، مؤكدة أن قرار حلف الناتو بتعليق مهماته التدريبية هنالك لا يؤثر على عمل قواتها في البلاد. القوات السويدية وقوامها 70 عسكريا باقية في العراق، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع السويدية مؤكدة أنه لا توجد أي خطط للمغادرة في الوقت الحالي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن احتواء التوتر وسلوك نهج الاعتدال لا طريق التصعيد بين طهران وواشنطن بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني هو من مصلحة إيران والعراق. أكثر من 10 قواعد عسكرية أمريكية تتوزع في أنحاء العراق. في مطار القيارة العسكري جنوبي مدينة الموصل تقع قاعدة كبيرة للقوات الأمريكية. أما في كردستان العراق فهنالك قاعدة قرب سنجار وقاعدتان في مدينة حلبجة في محافظة سليمانية قرب الحدود مع إيران. للولايات المتحدة أيضا قاعدة في التون كوبرو التابعة لمحافظة كركوك. أما داخل المحافظة تقع قاعدة كركوك رينج والتي تعد معسكرا نموذجيا للتدريب والتأهيل. شمالي العاصمة العراقية بغداد توجد قاعدة عسكرية في معسكر التاجي حيث تتواجد قوة لأغراض التدريب. أما في قلب العاصمة وتحديدا قرب المطار فتقع قاعدة عسكرية أمريكية تدعى قاعدة النصر. في محافظة صلاح الدين تقع قاعدة بلد الجوية للتحكم بطلعات طائرات F-16. وأخيرا قاعدتا عين الأسد والحبانية اللتان تعتبران القاعدتين الأساسيتين للولايات المتحدة في العراق وكلتاهما تقع في محافظة الأنبار. وأخيرا قاعدتا عين الأسد والحبانية اللتان تعتبران من أهم القواعد. يعود إلينا من واشنطن ضيفي سيغورد نيو باور الباحث في شؤون الشرق الأوسط. سيد سيغموند، يعني الحديث يدور عن الانسحاب ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أسباب هذا التواجد الأصلية، محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي بحسب التقارير الدولية ما تزال جيوبه ناشطة في مناطق مختلفة من العراق بالإضافة إلى الحدود السورية. ألا تخشى واشنطن في حال انسحبت من التحالف القائم لمحاربة تنظيم الدولة أن يرتد هذا سلبا على أمنها وعلى سلامة مواطنيها مثلا؟
بالتأكيد هذا السيناريو وارد، وأي صانع سياسات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا السيناريو. وحسب ما يتكشف عنه من خلال الأنباء، ما يزال من غير الواضح ما هي السياسة الأمريكية حقيقة في الوقت الحالي. لذا يتعين على هذه الإدارة أن تأخذ جميع الاعتبارات في نظرها، وربما يجب على القيادة الأمريكية أن تدعو. إذا نظرنا إلى ما أقدمت عليه إدارة ترامب يوم أمس حينما حثت الحكومة العراقية على عدم تنفيذ هذا القرار، لا بل إنها هددتها وسألتها مرة أخرى لهذه الحكومة: هل أنتم جادون في طلبكم؟ هل أنتم فعلا تودون منا أن ننسحب؟ هل هذا ما ترغب به الحكومة العراقية؟ أم هل تودون الإبقاء على علاقات جيدة مع إيران في حين تطلبون انسحابنا؟ وهل سيضمن ذلك لكم السيادة؟ وهل سيصب هذا في مصلحة الحكومة العراقية؟ وهذا أيضا ليس في مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة. لذا السؤال الآن هو: ربما يطلب الأمريكيون من العراقيين أن يعيدوا النظر في هذا الطلب، لأن أحدا لا يرغب في الواقع في المنطقة من القوات الأمريكية الخروج. لكن هي في الواقع ما يجري: بقاء القوات الأمريكية أعتذر في المنطقة سيضمن في الواقع عدم نشوب حرب بينها وبين إيران. شكرا جزيلا لك سيكورد نيو باور، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. شيع الإيرانيون قاسم سليماني وبقية قتل الغارة الأمريكية، شيعوهم في العاصمة الإيرانية طهران، وتقدم المشاركون في التشييع أو تقدم المشاركين في التشييع كبار المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين، في مقدمتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ورئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني. يبكي المرشد الإيراني قاسم سليماني، يصلي عليه ومن خلفه قادة عسكريون ومسؤولون إيرانيون وضيوف حمل حضورهم الكثير من الدلالات رسميا وشعبيا ترفع إيران السقف. اغتيال قائد فيلق القدس بعملية أمريكية في بغداد أثار غضب الإيرانيين، غضب يراه النظام حاضنة قوية لرد توعد به واشنطن، رد تكثر التوقعات بشأنه، لكن طهران تحرص على ضبابية صورته. إذا ضربنا جميع القواعد الأمريكية وقتلنا ترامب ووزير دفاعه، فهذا ليس ثمن دماء قاسم، يجب أن نزيل أمريكا من المنطقة. فاجأ اغتيال قائد فيلق القدس ل22 عاما الإيرانيين، شيعوه في مراسم لم تشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثيلا لها منذ وفاة مؤسسها روح الله الخميني، تشيع رفعت فيه رايات الانتقام في مرحلة ما بعد سليماني. تتعدد الملفات، تتشابك راسمة ملامح مشهد جديد: الرد على اغتياله ومستقبل الاتفاق النووي بعدما يشبه إعلان موته تقنيا بخطوة إيرانية خامسة، والمشهد الإقليمي خاصة بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من العراق، كلها باتت جزءا من معادلات مشهد السياسة الإيرانية في المرحلة المقبلة. نحن جميعنا قاسم سليماني، فما الذي يمكن أن تفعلوه؟ انتقامنا يجب أن يكون عسكريا. لطالما حضرت أمريكا في معادلات السياسة الإيرانية، لكن الحديث عنها اليوم بات مختلفا، والمطلوب كما يقولون هنا ترجمة التصريحات أفعالا. وكأنها القيامة، الجميع يسأل عن الحساب، حساب تريده إيران شعبيا ورسميا أن ينهي التواجد الأمريكي في المنطقة. اغتيال قاسم سليماني يجب أن يغير وجهها برأي هؤلاء، لكن السؤال الأهم: كيف ستفعل إيران ذلك في ظل معادلات دولية معقدة؟ حازم كلاس، العربي، طهران.
وبمقتل قاسم سليماني يغيب رجل إيران الأول في المنطقة العربية والذي أصبح شخصية مثيرة للجدل بعد ظهوره مع قادة في العراق وسوريا في ساحات المعارك تحديدا مع قادة الميليشيات هناك. بمقتل سليماني أزدل الستار عن رجل إيران الأول تاركا فراغا في الدور الذي لعبه طيلة العقدين الماضيين. الرجل الذي تدرج في المناصب العسكرية وصولا إلى تعيينه قائدا لفيلق القدس استطاع نقل الطموحات الإيرانية الإقليمية إلى أرض الواقع. في الخفاء تنقل الرجل على مشهد الشرق الأوسط ناسجا شبكة محكمة من المجموعات المرتبطة بإيران مستثمرا ضعف الدول المركزية في المنطقة. فبعد صعوده إلى قيادة فيلق القدس عمل سليماني على زيادة الدعم الإيراني لحزب الله. وفي ذروة الحرب الأهلية العراقية عقب غزو العراق انفتحت أمامه ممكنات نقل التجربة اللبنانية وبدأ بتشكيل ميليشيات تلقت معظم تدريباتها في إيران لتكون الأداة الطيعة في القبض على القرار السياسي لبغداد إثر انفراط عقد المجتمع الهش. وهي تتهم بالمسؤولية أيضا عن عمليات التصفية المذهبية بين عامي 2006 و2007. اقتنص سليماني حالة الفوضى في الدول العربية لتكون التربة الخصبة لتطبيق استراتيجيته دون عوائق، فأينما ضعفت السلطة المركزية تمكن من أن يجد له موطئ قدم. سوريا الدولة ذات المركزية الشديدة ظهر فيها سليماني إلى جانب ميليشيات كان عراب تشكيلها منذ اللحظة الأولى للثورة السورية لتزرع الرعب والخوف أينما توجهت. سليماني الذي ظهر متجولا بين الميادين العديدة وكأنه مندوب سام لطهران يغيب مقتولا على يد قوات أمريكية لطالما جعلت منه هدفا مؤجلا بحسب مسؤوليها، علها تتجاوزه إلى تسوية تعفيها من مواجهة محتملة مع طهران. لكن الجنرال الإيراني وحتى بعد مقتله ما زالت مفاعيل استراتيجيته سارية نحو مواجهة شاملة قد تعيد تعريف كل قواعد الاشتباك في المنطقة. هذا وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الولايات المتحدة وإيران على فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية لتجاوز التوتر المتصاعد بين البلدين. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبلة في بروكسل اجتماعا طارئا لمناقشة إعلان طهران إيقاف كافة القيود المفروضة على برنامجها النووي. الدول الأوروبية تبذل جهودا مضنية لإنقاذ اتفاق 2015 النووي والذي استمرت المفاوضات حوله قرابة 9 سنوات. طبعا الاتفاق النووي مر بمحطات كثيرة رسمت ملامحها خطوط التغيرات السياسية الكثيرة في المنطقة. البداية كانت عام 2006 وفيه أعلنت طهران دخولها نادي الدول النووية بعد نجاحها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. الإعلان الإيراني شكل مفاجأة دولية مدوية. مجلس الأمن في ذات العام عام 2006 تبنى قرارا يمهل إيران شهرا واحدا لتعليق نشاطاتها النووية تحت طائلة احتمال فرض عقوبات عليها. رغم قرارات مجلس الأمن المتتالية رفضت طهران الإذعان لتبدأ مفاوضات وجهت بإصرار إيران على الاستمرار بنشاطها النووي. لكن الخرق في مسار المفاوضات حصل عام 2009 عندما أعلنت إدارة أوباما الانخراط بشكل كامل في جهود مجموعة 5+1. هذه المجموعة تتألف من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. أواخر عام 2009 وجهت الاتهامات لطهران ببنائها منشأة نووية في فاردو المدينة الواقعة قرب قم. مسار الاتفاق شهد شدا وجذبا حتى عام 2013 حين تحدث الرئيس الأمريكي مع نظيره الإيراني المنتخب حديثا حسن روحاني عبر الهاتف، مكالمة نجم عنها تجميد إيراني للأنشطة النووية لمدة 6 أشهر مدد لأكثر من مرة.
في عام 2015 كلل الاتفاق بالنجاح ووقع الاتفاق الذي نص على تقليص قدرات إيران النووية على المدى القصير. كما نص الاتفاق أيضا على خفض المخزون الإيراني من اليورانيوم ضعيف التخصيب. لكن في أكتوبر تشرين الأول من عام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. الخطوة الأمريكية تبعتها خطوات إيرانية للتراجع عن هذا الاتفاق بالتدريج وصولا ليوم 5 يناير كانون الثاني الجاري، حيث أعلنت طهران تخليها عن كل القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. دماء الجنرال المغدور تتفاعل مع النووي المحظور، هي خلطة رعب مشبعة بشحنة انتقام أفرزتها تصفية ترامب لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. هكذا هو المزاج في طهران، يرتفع منسوب الثأر يزداد تصعيدا، والوقت هنا ليس للمزاح يقول الإيرانيون. رفعوا رايات الانتقام على عدة جبهات، بلغ تصعيدهم السقف على جبهة اليورانيوم. باتت إيران مثل الذرة الشاردة خارج الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى. طهران تحررت من قيود هذا الاتفاق. رفع القيود يتضمن عدم الالتزام بعدد محدد من أجهزة الطرد المركزي وقدرات التخصيب. ستخصب إيران ما شاءت من اليورانيوم بالكميات التي تريد لاستخدامات سلمية أو عسكرية تقربها من القنبلة النووية. بات هذا شأن إيراني يقول الإيرانيون. لكن ترامب الذي أجج خلاف الاتفاق النووي منذ أن مزقه قبل أكثر من عام ونشطه بتصفية سليماني، تعهد في تغريدة أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. في أوروبا تصر العواصم الكبرى الراعية للاتفاق النووي مع إيران على أن الوقت ليس للتصعيد. لندن وباريس وبرلين تحث طهران على لجم شحنة غضبها على ضرورة الفصل بين دماء جنرالها وكمية المياه الثقيلة المسموح بها في مفاعلاتها بحسب الاتفاق المبرم. تلمح الدول الأوروبية إلى إعادة إيران إلى العقوبات الأممية إن لم تلتزم بذلك. أما روسيا فتطمئن عبر مندوبها الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن برنامج إيران النووي سيظل خاضعا لرقابة دولية صارمة. وفي موسكو يوضح بيان وزارة الخارجية أن الدول الموقعة على الاتفاق مع إيران عليها التزامات أيضا يجب أن تفي بها تجاه إيران لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ينضم إلينا من الدوحة إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة. أهلا بك دكتور فريحات. ابنة سليماني زينب اليوم في خطاب تأبينها تحدثت عن 6 أسماء يمكن لها أن تثأر لمقتل والدها على حد تعبيرها، هم العامري ونصر الله والحوثي وبشار الأسد والجهاد وحماس، وبالإضافة طبعا للقوى الأخرى الموجودة في إيران. بعيدا عن رمزية التصريح، هذه جبهة واسعة عريضة جدا أن تستطيع واشنطن أن تقف في وجهها. ألا يهدد هذا الاتساع في تمدد إيران ترامب بالدخول في حرب مستنقعية؟ وهل لدى واشنطن القدرة على الدخول في مثل هذا النوع من الحروب الآن؟ يعني في البداية هذا تصريح غير رسمي كما ذكرت، وبالنهاية لا تشكل أو لا تمثل موقف الحكومة الإيرانية بهذا الاتجاه. بنفس الوقت من المعلوم أن الميليشيات التي دأبت إيران على بنائها لأكثر من 40 عاما في المنطقة هي موجودة لهذه اللحظة، أنه إذا اتخذ قرار المواجهة مع الولايات المتحدة ف من الممكن أن تطلق يد الميليشيات في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي أي مناطق أخرى يتواجد في لبنان يتواجد نفوذ إيراني فيها من أجل المواجهة مع الولايات المتحدة. ولكن هل إيران أصبحت جاهزة إلى هذا النوع من المواجهة؟ أستبعد ذلك. طيب يعني لا، إيران اليوم أيضا دكتور فريحات، إيران اليوم من حيث المبدأ هي في مأزق، هي تريد ردا انتقاميا يقنع قاعدتها الشعبية التي أصبحت متراصة أكثر بمقتل سليماني، لكنها لا تريد عذرا للدخول في حرب. أم أن إيران فعلا اليوم باتت تسعى إلى حرب على مبدأ فليقع السقف على رأسي وعلى رأس أعدائي إذن؟
لا أعتقد أن إيران وصلت إلى هذا المستوى أو إلى هذه الخطوة الانتحارية التي تفيد بأنه علي وعلى أعدائي. بالمناسبة هذا الرد الانتقامي كان يفترض أن يحدث في اليوم الأول أو اليوم الثاني بعد اغتيال قاسم سليماني. فالتصعيد الأمريكي هو ليس بجديد، وكان يعني هناك تهديد أمريكي طوال الوقت عبر الشهور والسنوات الماضية. وإذا كانت إيران فعلا معنية بهذا النوع من الرد الانتقامي كان يمكن لها أن تبادر في اليوم الأول، وبالمناسبة كان يمكن أن يكون ذلك مقبولا لدى الكثير من الأوساط الدولية أن يكون الرد والرد المعاكس بنفس الوقت. ولكن من الواضح أن القيادة الإيرانية البراغماتية هي بدأت تبحث عن ثمن مقابل عدم الرد، وهذا الثمن يعني تبحث عنه في عدة مواقع، من ضمنها إنهاء الاحتلال أو إنهاء الوجود الإيراني الأمريكي في المنطقة، وأيضا رفع العقوبات الأمريكية على إيران، لأن هذا ما يؤلم إيران في الوقت الحالي حقيقة ويؤلم الاقتصاد الإيراني، رغم مرة أخرى مرارة الحدث بالنسبة لهم واغتيال قاسم سليماني. والجبهة الثالثة التي تبحث عن مكاسب لها هي أيضا النشاطات النووية. فباعتقادي هذه المناطق الثلاثة التي تبحث إيران في المكاسب عنها، لا أريد أن أسميها مقابل أو الثمن مقابل دم قاسم سليماني، ولكن المفاوضات الدولية هي تحدث بهذا الاتجاه، وأنا متأكد أنه خلف المشهد هناك محاولات سواء كان تحديدا من روسيا بهذا الاتجاه يبحث عن التفاوض عن ثمن عدم رد إيران، أو سميه ما شئت إذا كان ثمن دم قاسم سليماني. إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة، شكرا جزيلا لك. طبعا تطورات التوتر الإيراني الأمريكي أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميلة مها رزق رصدت لنا هذه الردود، إليك مها. شكرا زاهر. احتشد مئات الآلاف في طهران لتشجيع جثمان قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، وتوعد المرشد علي خامنئي من جديد بالانتقام. وفي المقابل توعد ترامب بثأر كبير وعقوبات جديدة إذا حاولت طهران استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، تهديدات أطلقها دون الرجوع إلى الكونغرس. يقول ترامب هذه المنشورات أي التغريدات تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف لنا فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنني أصدره رغم ذلك. وبشأن الانسحاب من العراق، فأكد ترامب أن قواته لن تغادر الأراضي العراقية إلا إذا دفعت بغداد ثمن القاعدة الجوية هناك. وعلق محمد: إذا فرضنا جدلا أن العراق سيدفع تكلفة القاعدة، بالمقابل أمريكا يفترض أن تدفع تكلفة دمار العراق وخوضها حربا في منطقة ليست لها، بالإضافة إلى الأرواح التي أزهقت. وعن تعقيدات قرار طرد القوات الأمريكية، كتب الصحفي العراقي سيف صلاح الهيتي وقال: الوجود الأمريكي الحالي في العراق لا علاقة له باتفاقية وضع القوات المعروفة بصوفة، فتلك الاتفاقية انتهت من الناحية القانونية عام 2011. الوجود الحالي يأتي في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، والعراق طرف فيه، وليس هناك أي إطار قانوني ينظم هذا الوجود. وأردف في تغريدة أخرى: بالتالي يستطيع ترامب أن يطالب وسيلزم العراق بالدفع في حالة الإصرار على ذلك. الدول ليست جمعيات خيرية نطلب منها أن تساعدنا متى نشاء ونطردها متى نشاء. العلاقات الدولية ليست لعبة للمراهقين سياسيا. وقال الكاتب السوري بشير نافع في الميزان الاستراتيجي: يعتبر اغتيال سليماني واحدا من أكثر القرارات الأمريكية خلال سنوات قصر نظر، فقد وحد الإيرانيين من كافة الاتجاهات، سيخرج القوات الأمريكية من العراق ومن ثم سوريا، وسيضعف إن لم يقود كلية الحركة الشعبية في العراق ولبنان. هذه فقرتنا عن إيران، ولنا وقفة أخرى. عودة إليك زاهر. شكرا مهم. الساعة الأخيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات الخروج. حلف الناتو يؤكد أن تعليق عمليات التحالف مؤقتة، والمجر تعلن عدم سحب قواتها. طهران تشيع قاسم سليماني. ترامب يؤكد أن طهران لن تمتلك السلاح النووي، ومحادثات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. والآن إلى فقرتنا المغاربية مع الزميلة نادين. إليك نادين. شكرا زهر. أهلا بكم. تضاربت الأنباء حول مصير مدينة سرت الليبية، فبينما أعلنت قوات خليفة حفتر سيطرتها على المدينة، أكدت حكومة الوفاق أن الأوضاع داخل سرت تحت السيطرة بالكامل، وأن الاشتباكات التي حدثت عشية اليوم وقعت خارج المدينة. ويأتي الهجوم على سرت بعد يومين من هجوم صاروخي شنته قوات حفتر على مقر الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين. وفي الجزائر استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وبحث معه تطورات الأزمة في ليبيا. وتتزامن زيارة السراج مع زيارة أخرى يجريها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى الجزائر. ينضم إلينا من الجزائر الدكتور عبد الرزاق صغور الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معك بآخر المواقف الصادرة عن الرئاسة الجزائرية التي تعتبر أن طرابلس خطا أحمر وترجو أن لا يتجاوزه أحد. ما الذي يترتب عن هذا الكلام؟ لماذا الآن تصدره الرئاسة الجزائرية؟ وأيضا متى تعتبر الجزائر أنه تم تجاوز الخطوط الحمر في طرابلس؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن انتخب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للدولة الجزائرية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، في خطابه الأول تكلم عن لا أحد يستطيع أن يقصي الجزائر من دورها في ليبيا، بمعنى أن عودة الجزائر إلى ليبيا. ثم بعد ذلك اجتمع بمجلس الأمن، ومجلس الأمن لا يجتمع إلا في الأمور الاستثنائية والخطيرة. ظن أيضا في اجتماع مجلس الوزراء أمس فيه في البيان الختامي أن السياسة الخارجية يجب عليها أن تتأقلم مع الأوضاع الجديدة. هذه كلها إشارات مغزاها أن الجزائر لا تقبل بسقوط طرابلس، ولا تقبل بكل القوى الخارجية التي الآن هي موجودة في ليبيا. ولما خرج هذا البيان بمعنى أن الجزائر بالنسبة لها طرابلس أحمر، الجزائر تملك من الإمكانيات. كيف لو سمحت لي لنفهم طبيعة الموقف، أو كيف سيتبلور أو يتغير الموقف الجزائري مع تغير القيادة السياسية والعسكرية في الجزائر؟ هل نفهم أن الجزائر ستتبنى موقف واضح داعم لحكومة الوفاق في طرابلس؟ أكيد أن الجزائر لم تتخلى أبدا عن حكومة الوفاق، كانت دائما تعترف بحكومة الوفاق، ولا أعتقد هناك من ينفي أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والمعترف بها من طرف الأمم المتحدة. لذا اليوم موقف الجزائر يندرج في إطار القانون الدولي، يندرج في إطار توصية الأمم المتحدة، يندرج في إطار الشرعية الدولية. وأيضا يجب أن نعرف يعني لطالما الجزائر يعني تدعو إلى الحياد وإلى الحوار في ليبيا، اليوم هل يمكن أن تتحرك في الشأن الليبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة على ضوء زيارة وزير الخارجية التركي إلى الجزائر؟
لا أعتقد أن الجزائر ستتدخل مباشرة، لأنه نظن بأن القوات اللي الحكومة الليبية موجودة، ونظن التدخل التركي الآن غير المعطى داخل ليبيا، لأنه الإشكال اللي كان موجود أنه فيه دعم خارجي قوي إلى حفتر، ولا أحد يتكلم عن التدخل الخارجي، وعندما تدخلت تركيا أصبح التدخل الخارجي موجود. ولذا اليوم نظن أنه بإمكان الآن أن ندخل في نقاش وفي حوار وفي مفاوضات حول إخراج كل القوى الخارجية، ولما تخرج كل القوى الخارجية معناها أن الليبيين يمكن لهم أن يتفاوضوا مع بعضهم، بمعنى أنه لا يصبح الحفتر ذي نيرابل ضاربل، يعني بمعنى أنه ما تصبحش عنده التغطية اللي عنده الخارجية، وأيضا السراج عنده التغطية الشرعية. ولهذا الموقف الجزائري أعتقد لما صرحت بأنها سوف تقوم بمبادرات، المبادرات ستكون في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك من الجزائر الدكتور عبد الرزاق صغور الأكاديمي والباحث السياسي. والآن عودة إلى بقية الأخبار مع زاهر. شكرا نادين. أعلنت السعودية توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم المجلس 8 دول عربية وإفريقية، هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال الفيدرالية وجيبوتي، فيما ستصبح الرياض مقرا للمجلس. والآن ننتقل إلى فقرة الإعلام الجديد مع الزميلة مها. إليك مها. شكرا زاهر. فيليب زيادة رجل أعمال لبناني أمريكي يثير جدلا واسعا في لبنان منذ أن ورد اسمه كمرشح محتمل لوزارة الطاقة في حكومة التكنوقراط. الرجل المقرب من وزير الخارجية جبران باسيل اعتذر عن تولي الحقيبة قبل أن توكل إليه، وذلك بعد أن سربت له صور حميمية أثارت حفيظة الحراك والرأي العام. وردا على الانتقادات أصدر زيادة بيانا اتهم فيه منتقديه بتنظيم حملة استباقية عبر التعرض له بأمور شخصية وتسريب صور التقطت له أيام الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة وتعود لأكثر من 20 عاما، وأوضح أنه يعتذر عن تولي الحقيبة لظروف خاصة. ولكن هذا البيان لم يوقف سيل الانتقادات. يقول جورج الزيضة ساخرا: جبران باسيل مع المستقيل فيليب زيادة بطيارة خاصة عم يقصتها جبران باسيل بالبنك. وعلق فيرتشوس في تغريدة وقال: الاسم الذي يطرحه باسيل وزارة الطاقة والذي يزعم أنه تكنوقراط مستقل هو فيليب خليل زيادة، رجل أعمال عوني صميم ومقرب من باسيل، مما يعني أنه سيكون مجرد واجهة لباسيل ومنفذ لسياساته كما كانت بستاني وقبلها أبي خليل. انتقادات أخرى طالت أيضا التيار الوطني الحر الذي دعا لمقاطعة مسرح مترو المدينة بعد انتشار فيديو لعرض ينتقد رئيس التيار جبران باسيل. يقول فليتشر في تغريدة: لو مترو المدينة يعمل حملة إعلانية على كل المحطات اللبنانية لمدة شهرين ما كان وصلوا لها النتيجة. التيار عمل أكبر دعاية لمترو المدينة، وإذا كان قبل في كرسيتين فاضيتين كان كل ليلة صار الواحد بده يحجز قبل بشهرين أو ثلاثة. وكتب الناشط فارس الحلبي وقال: مترو المدينة بالأساس محل غير مخصص للعونية وأزلام السلطة، وإن كنت تدعو المحاسبين في التيار الوطني الحر للمقاطعة فهذه خدمة لنا نحن جمهور المترو، وإن تأتي هذه الدعوة منك عشية العيد الثامن للمترو هو خير دعاية. وعلق الناشط أحمد ياسين وقال: وجود أنصار جبران باسيل في مترو المدينة مستبعد من الأساس، لا داعي لطلب المقاطعة من المناصرين يا جبران، مترو المدينة صرح ثقافي لا يمت لكم بصلة. نهاية فقرة الإعلام الجديد، عودة إليك زاهر. شكرا مهم. بهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة التي ننهيها مع الكاريكاتير. في أمان الله.